شوف لك حل يا ابو سعود. خلاص خلاص ما فيني شد على شغل البيت، من المطبخ الى الحجره الى الصاله، خلاص جيب لي خدامه. يا ام سعود انت ايش قاعد تقولين؟ الحين اقل خدامه ب 800 دينار، من وين لي انا؟ ثاني شيء انا ما عندي حق معاشه. انا مالي شغل، اللي تكلف يبها. قلت لك ابغي خدامه يعني ابغي خدامه، ولا ترى ما بشتغل في البيت. زين 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 بتصرف، بايب لك خدامه بس. زين زين خلاص خلاص. بطبي كدمة مصطفى، تعرف مكتب خدم؟ انا في كدمة وادي تلاكيس. هلا حي الله منية، تو ما نور البيت. لا 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 لا، حي الله اللي بتفكني من العبالة ومن الشغل. حياك حياك، تعالي تعالي قعدي قومي قعدي مني مني. هذه تحت. انت شنو نيم 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 شنو؟ ليزان مانتام بندر. اوه هالطول اسم، بسميك ميري. ميري انتي ميري؟ ميري انا ماما. ماما اي ميري، انت تعرفين تطبخين تسوين اكل؟ اكل تعرفين؟ اكل جوان جوني. اي جوعانه، لان صرتي جوعانه تسوين اكل في المطبخ؟ نيم علمي. ما تعرفين؟ يلا ما علي بعلمك. انزين تعرفين تنظفين تسوين فاكيوم كلينر؟ هوش ما عندنا حوش ماما، صاله صاله مني تسوين. صاله اي تسوين كليننج صاله. نيم ما تعرفين؟ نيم. انزين تعرفين تغسلين ثياب؟ واشينج ماشين. غساله. اي غساله. نعم ما نعم. تعال ما تعرفين؟ نعم. ايش تعرفين انت؟ ميري إيه؟ ياكل شرب نوم. عافيه عليك يا من شراله من حلاله. عله الا الا اي عله، هذا هي معلمه. عافيه عليك، انا بعلمك انت، انت تعلمي. شوفي انت انا ماما شنو يسوي، انت سوي سيم سيم. ماما نظف؟ اي ميري نوم. لا حبيبتي ما في نوم، ماما نظف ميري تشوف ياكل. لا تشوف تشوف أتف. زين سيم سيم سوي. يلا قومي تعالي ميري. شوفي ماما هذه مني مطبخ. مطبخ مني سوي اكل ياكل ماما. اي ما علي بعطيك نسوي اكل نطبخ. شوفي مني هذه جدر. جدر اي. وهذه هذه قفشة نشيل فيه عيش. هذه ملاس. ملاس هذه ملاس طلع جدر ملاس. اي هذا هو يطلع الجدر. تعرفين ها؟ شوفي هذه عيش عيش حار شوي شوي. ها شوفي نحط العيش هني زين. اعوذ بالله ايش هالوساخه ايش فيك؟ ملابس حطيهم في واشينج ماشين انزين. عجا سوي زين تنظيف. عجا يلا Thank you.
زين كذي الحين زين تستاهلون تستاهلون. كم مره قلنا لكم روحوا مكتب خدم لا تاخذون خدامه رخيص بناي رخيص غساله سياره رخيص كلوها الحين